حصلنا على عينتين من غزة بنهاية الأمر بعد قدر كبير من الصعوبة. أحدها كانت من فلتر من سيارة إسعاف، أردنا العصول عليه لأن هذا الفلتر من المحرك يجمع كل الغبار، فهذا يعطينا فكرة تقريبية عما كان في الهواء في الوقت الذي كان هذه المركبة تتحرك. وأيضا حصلنا على عينة من التربة حيث كانت حفرة القنبلة، وحصلنا على هاتين العينتين وحللناهما. ما أظهرته النتائج، أولا إن فلتر سيارة الإسعاف يحتوي يورانيوم 5 أضعاف كمية اليورانيوم التي هي عادة تكون موجودة في التربة في المنطقة، لأننا عملنا على هذا الأمر من الكمية التي كانت في الحفرة التي سببتها القنبلة. وحسب ما يمكن أن نعرف لم يكن هناك طريقة يمكن أن نتأكد منها إن كان هذا اليورانيوم مخصب أو منضب أو طبيعي، لأن الكمية كانت قليلة جدا، ولكن كان هناك المزيد من اليورانيوم عما ينبغي. هذه النقطة الأولى، كان هناك يورانيوم في الجو في غزة وهذا ما كان ينبغي. النقطة الثانية هي أن العينة من حفرة القنبلة كانت بالتأكيد تحتوي يورانيوم مخصب، إذن فهذا مهم لي لأنه مبكرا اكتشفت يورانيوم مخصب في لبنان ولم يكن هناك شك بذلك. والهجوم الإسرائيلي على لبنان أيضا من خلاله حصلنا على عينة من فلتر سيارة إسعاف، وأيضا وجدنا يورانيوم مخصب في حفرة القنبلة وهذا غير معتاد، فالكثير كان يتحدث عن يورانيوم منضب ولكننا وجدنا يورانيوم مخصب في لبنان، ويبدو أننا نجد ذلك أيضا في عينة التربة من الحفرة في غزة. هاتان هما النتيجتان عن اليورانيوم، ونحن نقوم بالمزيد من العمل لأن حساسية المواد التي لدينا والأجهزة ليست بما يكفي لكي نحلل بالنسبة للتخصيب من الفلتر. وأيضا حللنا العينات من 43 عنصر أو مادة طبيعية في طبيعتها، ووجدنا مستوى عاليا من العناصر أكثر مما ينبغي أن يكون في منطقة الحرب، مثل الزنك والكروم ومكونات صواريخ وقنابل، ولكن وجدنا أيضا مستوى عالي من النيوبيوم وهذا عنصر غير معتاد وليس لدينا فكرة لماذا يجب أن يكون هناك كمية كبيرة منه في الجو. إذن هذه بشكل أساس هي النتائج وما توصلنا إليه، ويمكننا أن نقول إن هناك مستوى عالي من اليورانيوم في غزة ويبدو أنه يورانيوم مخصب. الآن أنت تتحدث عن يورانيوم مخصب وليس يورانيوم منضب كما كان في العراق، ما هو تأثير اليورانيوم المخصب وأثر وجوده، ما معنى ذلك على صحة الناس وعلى البيئة في غزة؟ في الحقيقة حقيقة أنه مخصب يجعله أكثر إشعاعا، ولكن القلق الحقيقي يكمن في أن الناس يستنشقون اليورانيوم، وبالنسبة لأنه مخصب هذا يعتبر أحجية. بالنسبة لاستنشاق الناس لليورانيوم هذا يعني أنهم سوف يصابوا بأمراض وسيكون هناك مشاكل صحية. المشاكل الأساسية من التعرض لليورانيوم هي أولا تشوهات وراثية في الأطفال، فالنساء اللواتي يحملن أطفالا أو أجنة سيكون هناك خطر بأن يلدن أطفالا مشوهين، وسيكون هناك خطر أيضا بأن يصاب الطفل بالسرطان. إذن إن كان هناك الكثير من اليورانيوم في الغلاف الجوي فأنت تنظر إلى زيادة في السرطان لدى الأطفال، وأيضا أورام مخية وسرطان الدم أو اللوكيميا لدى الأطفال، ولاحقا سوف يكون هناك زيادة في السرطان لدى الراشدين أيضا، وهذا ما وجدناه في العراق
وأيضا هذا ظهر في الناس الذين عملوا في كوسوفو في مناطق حيث استخدم اليورانيوم المنضب. ولكن أقول اليورانيوم إن كان منضبا أو طبيعيا أو مخصبا فهو سام بنفس الدرجة. اليورانيوم المنضب هو أقل إشعاعية واليورانيوم المخصب أكثر إشعاعية، ولكن اليورانيوم هو مكمن المشكلة بحد ذاته. اليورانيوم المخصب هذا هل هو الذي يوجد في القنابل النووية؟ اليورانيوم المخصب نعم يفصل عن اليورانيوم من أجل صنع مفاعلات نووية، ولكنه أيضا عنصر يخلق وتصنع منه المفاعلات النووية. عندما وجدنا يورانيوم مخصب في لبنان قد يكون هناك استخدام لقنبلة نووية. إذن فنظرنا إن كان هناك أي نظائر يمكن أن نجدها بعد أن يستخدم شخص ما قنبلة نووية. عندما يكون هناك انصهار لليورانيوم 235 وينشطر فإنك تحصل على مواد مثل السيزيوم والبلوتونيوم 239 وسالتيوم، وهذه يمكن الكشف عنها بسهولة بواسطة كاشف الطيف. إذن أخذنا عينات لنرى إن كان هناك انشطار ولم يكن هناك منها. إذن بالنسبة لما تأكدنا منه في لبنان لم يكن هناك نشاط إشعاعي من خلال قنبلة نووية تقليدية باستخدام اليورانيوم 235 أو اليورانيوم المخصب. إذن فهذا يجعل الأمر محيرا أكثر. وقد كان هناك تكهنات وتنبؤات بشأن مصدره، ولكن المفضل لدي هو أن هناك سلاحا جديدا إما الأمريكان أو الإسرائيليون أو كلاهما طورا نوعا جديدا من السلاح، وهما إما أنهم يستخدموا اليورانيوم 235 أو أنهم ينتجونه على الأرجح نتيجة لنوع آخر من عملية نووية تسمى الانصهار. أنت قلت أنك في تقريرك الذي أطلعتنا عليه قلت أنك وجدت أن نسبة اليورانيوم في فلتر سيارة الإسعاف الذي حصلت عليه من غزة كانت ضعف كمية اليورانيوم في فلتر سيارة الإسعاف التي حللتها في حرب إسرائيل في العام 2006 على جنوب لبنان. هل يعني ذلك أن كميات الأسلحة وكمية اليورانيوم التي أغرقت بها إسرائيل قطاع غزة كانت ضعف ما استخدم في لبنان؟ قد يشير الأمر إلى ذلك، ولكن هذا ممكن. ولكن ما يعنيه حقا هو أن ضعف الكمية من اليورانيوم في الجو في غزة عما كانت عنه في الجو في لبنان. ولكن علينا أن نكون حذرين لأن هناك فلتر واحد من غزة وفلتر واحد من بيروت، وأيضا لا نعرف إلى أي مدى كان هذا سيارة الإسعاف كانت تسير. إذن قد يكون أن سيارة الإسعاف اللبنانية كانت تقاد لفترة أطول خارج منطقة الحرب. أنت هنا قلت أنك اكتشفت كميات كبيرة من نوعيات من المعادن في التحليلات من المفترض ألا تكون موجودة في هذه المناطق، وأشرت إلى ما يسمى بالنوبيم، وقلت أن هذا العنصر تجدونه للمرة الأولى وبكميات كبيرة في هذه المنطقة. ما تأثير هذا على الإنسان والبيئة؟ نعم هذا صحيح. النيوبيوم النيوبيوم حسب ما أعرف لا أعرف عن درجة سموميته، وأود أن أعرف ذلك ولا يمكنني أن أجزم بهذا. فهو عنصر نادر جدا ويستخدم كمادة سبك أو خلط، وهو يستخدم لخلط مواد مع اليورانيوم، وقد يكون جزءا من سلاح يورانيوم واستخدم كخليط لتقوية الرأس الحربي المستخدم من اليورانيوم أو لأساليب أخرى. ولكن أقول إنه كان هناك بكميات كبيرة،
وهذا أمر ليس متوقعا أن يكون في الغلاف الجوي، وهذا لم نجده في لبنان، وهذا أمر مثير لأننا حللنا الفلتر في لبنان لأنه يوبيوم ولم يكن هناك أي كمية منه. إذن ما وجدناه يبدو أنه يثير كثيرا من الأسئلة بدلا من الأجوبة، ولكن على الأقل هذه أسئلة قد يتم متابعتها. هل هذا يؤكد ما أشرت إليه من إمكانية استخدام أسلحة جديدة للمرة الأولى، وأنكم كعلماء تحتاجون إلى مزيد من الوقت والدراسات لاكتشاف مزيد من المواد المشعة التي استخدمت والموجودة في هواء وتراب غزة؟ هذه مسألة تعود إلى الفضول العقلي، وأيضا يأخذنا إلى الحرب في العراق، لأنه كان هناك بالفعل تقرير غريب أتى من الحرب في العراق عن سلاح أو أسلحة غير عادية، وهذا جعلني أنظر عن كثب في الصراع في لبنان ومن ثم في غزة. يبدو لي أن هناك بعض الأدلة، ولدي شعور أن هناك سلاحا جديدا تم تطويره وقد أبقي أمرا سريا، ونحن حاولنا الحصول على هذه العينات لتحليلها. وأحد المختبرات، أنا كنت في لجنة في وزارة الدفاع تشرف على اليورانيوم المنضب لأربعة أعوام، كنا ننظر في الأثار الصحية لليورانيوم على القوات العسكرية، وأحد الأمور بعثنا بالعينات من لبنان إلى مختبر أو معمل عمل مع هذه الهيئة الإشرافية، وطلبنا تحليله، وقالوا أنهم سيحللونه، ومن ثم اختفى ولم نحصل على نتائج. وحاولنا أن نتصل بهؤلاء الناس ونكتب لهم رسائل أو نهددهم، فلم نحصل على نتائج أبدا. وأجد أنه يبدو أن هناك نوعا من التستر رفيع المستوى على ما يجري، وأرى أدلة كثيرة تشير إلى ذلك، وهذا يجعلني أشعر بقوة أكثر بأن هناك سلاحا يستخدم بشكل سري وما زال سريا. على سبيل المثال، بعد الحرب في العراق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرادت أن تذهب إلى بغداد وشمال العراق وأن تنظر في إشعاع نووي، وهذا كان أمرا معقولا، فهذا ما يقومون به وهذا عملهم. وكانوا يخشون أن الأمريكان والحلفاء أيا سميتهم كانوا قد قصفوا مفاعلا نوويا، وأرادوا أن يروا إن كان هناك إشعاعا، لأن هذا بدا أحد أسباب الحرب بأن صدام لديه صواريخ وأسلحة، ولكن الأمريكان لم يسمحوا لهم بالذهاب هناك، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تذهب إلى العراق لستة أشهر. إن كان هناك أسلحة غريبة تركت بصمات لإشعاعات، فإن هذه الوكالة كانت لتكتشفها، لأنها لديها أجهزة كشف متحركة، وهي لدينا أيضا. إذن إن وضعت كل هذه الأجزاء معا قد يثبت هذا بأنه ليس هناك شيء ما، ولكن بالنسبة لي يبدو أن هناك شكوك بأن سلاحا جديدا تم استعماله، وإلا فلا تفسير آخر غير ذلك. هناك شق مهم، أنا هنا في باريس التقيت مع بعض العلماء أيضا وبعض الباحثين الذين يبحثون في الموضوع في ندوة مغلقة هنا كانت يوم السبت، التقيت مع الباحث الفرنسي جان فرانسوا فيشو، زار غزة عدة مرات، حصل على عينات قدمها للمعامل، المعامل رفضت أن تعطيه النتائج أيضا. أنتم كعلماء الآن تحاولون كشف لغز ما يحدث في غزة، تواجهون عقبات شديدة من المعامل والمختبرات الدولية حيث أن معظمها يرفض التعاون أو يرفض إعطاء النتائج. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، ويبدو هذا غريبا، وأيضا يبدو خطأ جدا بأنه هناك
مختبرات كهذه في العالم، والتي هي بشكل أساسي عبارة عن علماء يعملون فيها، ولكن يبدو أنهم يواجهون ضغوطا من الناس الذين يمولونهم على ما نفترض، لأنه كل شخص وكل طرف يجب أن يحصل على تمويل وأن تستمر وظيفته. يبدو أن هناك ضغوطا تمارس عليهم لوقفهم من تقديم النتائج، أو حتى أحيانا لتقديم نتائج خاطئة على سبيل المثال، مما يثير الاهتمام. شيء حدث في برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أخذ عينات من لبنان من نفس الأماكن التي أخذنا عيناتها منها، وبعثوها إلى مختبر في السويس، ومختبرنا في بريطانيا وجد أن هناك يورانيوم مخصب، بينما الآخر في السويس لم يجد أي يورانيوم مخصب، وكانت هذه نفس العينة. إذن فهذا مستحيل. إذن عليك أن تقول إن المختبر في السويس فعل شيئا في هذه العينة، أو أن شخصا ما غيرها، أو أنهم ببساطة كذبوا، من يعرف. ولكن هناك قوى خارقة تعمل هنا، وهي قوى تعمل في العالم لإبقاء نوع من التستر على ما يجري، وهناك فقط عدد قليل من العلماء المستقلين، وربما قد يسميهم البعض مجانين لقيامهم بذلك. الآن بالنسبة للأجيال القادمة، متى سكان غزة الآن لابد أن يخضعوا للفحوصات حتى يتم اكتشاف ما قبل وما بعد ما حدث في الحرب الأخيرة؟ متى يبدأ الناس يشعروا أن هناك خطورة وأمراض بدأت تنهش في أجسادهم هناك؟ كما قلت آنفا، الأمر الأهم والأداة المتاحة لنا هي علم الأمراض. إذن علينا أن ندرس صحة الأطفال وصحة الأم، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية. الأطفال الذين سيولدون العام الماضي وما بعد ذلك، هؤلاء الأطفال عليك أن العام المقبل the number of heritable defects عليك أن تنظر إلى الأمراض الوراثية التي سيصابون بها، ومن ثم سرطان الأطفال، وهذه نادرا هي ليست عالية. إذن على شخص ما أن يقوم بذلك. تظن أن منظمة الصحة العالمية تقوم بذلك، ولكنها هي جزء آخر من الأمم المتحدة ولا تتوقع مساعدة منهم. إذن من يقوم بهذا يجب أن يكون مستقلا. الأطباء العرب يمكن أن يقومون بذلك، فهذا ليس صعبا عليهم. تقوم بدراسة علم الأمراض وتقوم بالدراسة وتنشر النتائج، وهذا سيقول إن كان هناك مشكلة أم لا. في ظل هذه الصورة، كيف تنظر إلى مستقبل غزة الآن؟ هذا يعتمد على ما هو موجود هناك. بصراحة مستقبل غزة أمر يصعب التنبؤ به، ليس فقط من وجهة نظر الإشعاع، ولكن من وجهة نظر سياسية واقتصادية وعوامل أخرى أيضا. إن تحدثت عن الإشعاع والتلوث، فإن مستقبل غزة سوف يكون لا بأس به إن لم يكن التلوث سيئا جدا، ولكن إن كان كما هو في مستوى البصرة، فإن مستقبل غزة سوف يرى الكثير من الإصابات في السرطان. الناس الذين عاشوا في تشيرنوبل هناك مستوى عال من السرطان بينهم، وأقول اليورانيوم والإشعاع يسبب زيادة في كل الأمراض، كل الأمراض، وهو يعمل كنوع من عامل تسريع. إذن الناس الذين يتعرضون للإشعاع يموتون بسبب نزف في المخ وكبر في السن قبل الأوان، لأن الإشعاع هذا يعتبر عامل موت.